في محاولة تعيين ليلة القدر من هاتين الليلتين نفسيهما عن الحادي عشر سبحان الله عن الحادي والعشرين والثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك. وهذا كأنه لاحظوا وهذا كأنه يعتبر من الأسرار الإلهية في نظر الأئمة عليهم السلام، لم يصرحوا به لأحد، وإنما أقصى ما فعلوا أنهم حصروا الاحتمال بين ليلتين ولم يعينوا واحدة منهما إطلاقا. والمصلحة التي ندركها من ذلك أمران على الأقل: الأمر الأول زيادة العمل والعبادة والخضوع لله سبحانه، فإن الفرد إذا علم ليلة القدر بالتعيين عمل ذلك في ليلة واحدة، وأما إذا كانت مرددة في نظره بين ليلتين عمل ذلك برجاء المطلوبية في ليلتين، فيكون عمله وتوجهاته لله سبحانه أكثر، فيكون قد ربح أكثر مما خسر، مع كونه قد أخذ التوجه لله سبحانه خلال ليلة القدر الواقعية في علم الله سبحانه. وهذا هو المراد بقوله: ما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين حتى تجمع عبادة الليلتين وليس عبادة ليلة واحدة. الأمر الثاني إعطاء، لاحظوا، إعطاء فرصة لمن لا يستحق العطاء، أو قل لمن يستحق الحرمان والخسران أن يخسر هذا الجانب المهم في الإسلام، كمن، لاحظوا، كمن يستثقل العمل في ليلتين فيترك العمل فيهما أو في أحدهما، أو كمن يحمل الشك أو كمن يحمله الشك والتردد بين الليلتين على ضعف العمل وقلة الهمة في التوجه والخشوع لله عز وجل، الأمر الذي يسبب عدم الوصول إلى نفس النتيجة المطلوبة التي تحصل بالتركيز في ليلة واحدة. الأمر الذي ينتج بوضوح إن أغلب البشر، أو قل إن أغلب المتشرعة، غير مستحقين للحصول على الثواب الحاصل من التركيز في ليلة واحدة معلومة، إذ لو كانوا مستحقين لذلك لما أخفاه الله تعالى برحمته الواسعة، فإخفاؤه يدل على عدم الاستحقاق لا محالة،